السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة كرخ العلوم، كلية التحسس النائي والجيوفيزياء، قسم الجيوفيزياء، محاضرات الجيوفيزيكال كورس، الكورس الجيوفيزيائي للمرحلة الرابعة. أعزائي الطلبة، نتناول اليوم موضوع في محاضرة الرابعة، الطرق الجيوفيزيائية الجهدية، Potential Geophysical Methods. Potential Geophysical Methods، الطرق الجيوفيزيائية الجهدية. Definition، تعريف. The potential geophysical methods are methods of geophysical surveying which depends on its application on measuring the natural potential or sources of energy like a gravity method which measures the natural gravimetric field of the earth and in the principle it depends on the mass and density distribution of the planet. إذن المقصود بالطرق الجيوفيزيائية الجهدية هي الطرق التي تستخدم لقياس الجهد، وغالبا ما يكون هذا الجهد جهدا طبيعيا كما هو الحال في الطريقة الجاذبية Gravity Method، حيث تكون القياسات تتعلق بقراءة الجهد الجذبي الطبيعي للأرض من على سطح الأرض، وذلك كون أن الطريقة الجاذبية تعتمد بالأساس على كتلة وكثافة الصخور المكونة للأرض ونمط توزيع الكتلة والكثافة في كوكب الأرض. Also magnetic method which depends on measuring the natural magnetic field of the earth. أيضا الطريقة المغناطيسية هي طريقة جهدية تعتمد على قياس الجهد المغناطيسي الأرضي أو قياس المجال المغناطيسي الطبيعي الأرضي الذي يعتبر جهد مغناطيسي طبيعي. Some methods are also depends on natural potential measuring like self-potential electrical method. بعض الطرق الأخرى أيضا تعتبر طرق جهدية تقيس الجهد الطبيعي المتكون في الصخور مثل طريقة السلف بوتنشال أو طريقة الجهد الذاتي، واللي هي تعتبر واحدة من طرق الكهربائية. These methods depends on measuring the naturally occurring currents in the ground due to the interaction between groundwater and some mineral ores like sulfides. إذن تعتمد طريقة السلف بوتنشال أو طريقة الجهد الذاتي، وهي إحدى الطرق الكهربائية، في قياس التيارات الطبيعية المتولدة في الصخور نتيجة للتفاعل بين المياه الجوفية الموجودة في الصخور وبعض خامات المعادن مثل خامات المعادن الكبريتيدية كالبايرايت والجالينة وغيرها. Finally, the radiometric method could also considered as a potential method which depends on measuring the natural rocks radioactivity during the search of radioactive ores or radiometric ground pollution. أيضا نقدر نضيف الطريقة الإشعاعية أو المسوحات الإشعاعية، ونعتبرها طريقة جهدية أيضا لأنه تعتمد على الجهد الإشعاعي المقاس لصخور القشرة الأرضية، والتي غالبا ما تتم هذه المسوحات لأغراض البحث عن خامات المعادن المشعة أو لغرض قياس التلوث الإشعاعي الموجود في صخور القشرة الأرضية. و The other types of potential methods depends on sending an artificial source of energy into the ground. أما الطرق الجهدية النوع الثاني فتتضمن إرسال أو بث جهد أو طاقة صناعية يبثها الإنسان إلى الأرض، like electrical resistivity method، مثل حالة طريقة المقاومة الكهربائية، which basically achieved by sending an artificial current into the ground by electrodes then measuring the potential by other electrodes.
واللي تتم عادة بإرسال التيار الصناعي اللي ولد الإنسان إلى باطن الأرض بواسطة أقطاب، ومن ثم قياس فرق الجهد بأقطاب أخرى. Also, the induced polarization method, which achieved by sending current into the ground for a certain period of time, then measuring the capacitance of the ground instead of resistivity. أيضا طريقة الأخرى الجهدية الأخرى واللي تستخدم جهد صناعي أو تيار صناعي هي طريقة الاستقطاب المحتث الـ induced polarization. تتم طريقة الـ induced polarization أو الاستقطاب المحتث من خلال إرسال تيار إلى من على سطح الأرض إلى باطن الأرض خلال فترة وجيزة، ومن ثم تعمل الأرض عمل متسعة تختزن الشحنات الكهربائية داخلها، ومن ثم نقيس بالأقطاب الأخرى مقدار الشحنات الكهربائية اللي احتبست أو احتجزت داخل الصخور، وهذا يعطينا فد إنديكيشن على أو دلالات على مكان وجود بعض الخامات الفلزية. Mostly resistivity method and induced polarization method are applied by using the same instrument as they both depends on sending an artificial current into the ground. في أغلب الأحيان طريقة المقاومة الكهربائية والاستقطاب المحتث غالبا ما يتم تنفيذها حقليا باستخدام نفس الجهاز وفي نفس الوقت تقريبا متزامن، واللي كلا الطريقتين تعتمد على إرسال تيار صناعي إلى باطن الأرض. And the main procedures of potential methods application. الخطوات الرئيسية في تطبيق الطرق الجهدية الجيوفيزيائية. نقدر نلخص الخطوات اللي الأساسية اللي نتبعها في قبل أنه نقرر أي طريقة راح نستخدم للهدف بالخطوات التالية. أولاً Number one, taking decision about the goal of the geophysical survey. أولا يتم اتخاذ قرار عن الهدف أو الغرض من إجراء المسح الجيوفيزيائي باستخدام الطرق الجهدية. والهدف قد يكون التحري عن مياه جوفية أو عن نفط أو التحري عن خامات المعادن، أو قد يكون الغرض هو استكشافي كمثلا يكون استكشاف سمك القشرة الأرضية أو الأيزوستاسي، أو قد يكون الهدف هو باليوماغناتيزم إلى آخره. إذن أول شيء نعمله هو أنه نحدد الهدف أو الغرض من إجراء المسح الجيوفيزيائي. Number two, the collection of geological information about the concerned area. إذن بعد ما نحدد الغرض أو الهدف من المسح يتم جمع المعلومات الجيولوجية عن المنطقة المراد مسحها، وهذا يتضمن الفقرات التالية. Geological maps، نحتاج انه نوفر خرائط جيولوجية للمنطقة المراد مسحها. Previous geological studies on the region، ايضا جمع معلومات للدراسات السابقة التي اجريت على المنطقة بغض النظر عن نوع الدراسات، لأنه ممكن المعلومات اللي بالدراسات السابقة تكون مفيدة جدا وداعمة للمسح الجيوفيزيائي. Previous studies, boreholes, laboratory tests or well logging information. أيضا البيانات أو الداتا الخاصة بالدراسات السابقة، كأن تكون معلومات خاصة بالآبار أو الفحوصات المختبرية لنماذج الآبار، وأيضا معلومات اللي خاصة بالجس البئري أو مسوحات زلزالية إلى آخره من معلومات أخرى ممكن أنه
تدعمنا المسح الجيوفيزيائي. 3. Deciding which potential method is the most suitable to achieve the survey according to. إذن الخطوة الثالثة هو أنه نحدد أو نأكد أي طريقة راح نستخدمها لغرض الوصول إلى الهدف المنشود. أي طريقة جهدية راح نستخدمها لغرض الوصول إلى الهدف. وهذا يعتمد على عندنا the aim or the subsurface target depth and physical properties. هذا يعتمد على أولا الهدف اللي نريد نوصل له اللي هو الجسم المدفون في باطن الأرض وعمقه وأيضا الخصائص الفيزيائية للصخور اللي موجودة. Area surface and subsurface geological structural lithological and stratigraphic situation. أيضا وضعية سطح الأرض في المنطقة المراد مسحها، هل هي منطقة وعرة ذات موجات، منطقة جبلية، منطقة مستوية إلى آخره. أيضا الطبيعة الجيولوجية والتركيبية وصخارية الصخور اللي موجودة بالمنطقة والطباقية اللي موجودة بالمنطقة، كلها تدخل موضوع اختيار الطريقة المناسبة أو تقرير أي طريقة جهدية هي التي ستكون مناسبة أكثر في إجراء المسح. The availability of instrumentation, a qualified geophysical team, computer software and the financial budget. إذن أيضا توفر الأجهزة الجيوفيزيائية والفريق الجيوفيزيائي المؤهل لإجراء المسح وأيضا الخدمات الأخرى كانت تكون برامج الحاسوب وأيضا الميزانية المالية المخصصة لمشروع المسح الجيوفيزيائي باستخدام الطريقة الجهدية. الخطوة الرابعة هو الجيوفيزيكال سيرفي ديزاين، تصميم المسح الجيوفيزيائي، وهذا يتضمن assigning the accurate location for the measurement points on both field and map. إذن تعيين المواقع الدقيقة لمحطات القياس على الخارطة وأيضا بالحقل أثناء الإجراء. Manual and computer sketching for the grid and profiling lines which are important in calculating any geometrical variables within the surveyed region. إذن عمل مخططات يدوية وحاسوبية وأيضا عمل شبكات لجمع البيانات أو شبكات المحطات، أي نقسم المنطقة إلى شبكة من المحطات، وأيضا حساب الأبعاد المنطقة ومساحتها اللي تكون مهمة جدا بالنسبة لتنفيذ أي مسح جيوفيزيائي. Studying the field facilities related to handle with the instruments and camping on field. إذن دراسة التسهيلات التي ممكن أن تدعم المسح الجيوفيزيائي وأيضا لغرض سهولة التعامل مع الأجهزة الجيوفيزيائية وأيضا إمكانية التخييم في المنطقة لتسهيل عملية المسح الجيوفيزيائي.